مرحبا بكم مرة تانية وآخر وقفة حوارية لنا في هذا الصباح. بالتأكيد الاقتصاد المصري خلال ما يزيد عن 3 سنين الفائتة تعرض لضربات شديدة أصابت عجلة الاقتصاد المصري بالكثير من الضرر. قطاعات عديدة داخل الاقتصاد المصري تعرضت لضربات موجعة، منها قطاع السياحة اللي كان بيتعرض لضربات سلبية نتيجة طبعا لعدة ظروف، أهمها حالة عدم الاستقرار اللي كانت بتمر بيها مصر. الحمد لله النهاردة الدنيا اتغيرت، ووكالة مودز للتصنيفات الائتمانية حولت النظرة والتقدير الاقتصادي للاقتصاد المصري، حولته من تصنيف سلبي إلى مستقر، وإن شاء الله خلال فترة قصيرة هيتم من مستقر إلى إيجابي. كل دوت بيدي ثقة للاقتصاد المصري، بيدي رسائل عديدة للمستثمرين إن الاقتصاد المصري تمام، اللي عايز يجي يستثمر يتفضل يجي يستثمر في البلاد. كل ده مؤشرات جيدة جدا، خاصة إن هذه المؤسسات ليها معايير معينة بتعمل بيها، بتقيس بيها وضعية الاستثمار في مصر ومدى قوة الاقتصاد في هذه الدولة بناء على أشياء بتخص الأمن، الاستقرار السياسي، التوافق المجتمعي، مجموعة يعني من المعايير بتبحثها. احنا هنتحدث عن هذا الأمر وعن وضعية الاقتصاد المصري عقب هذا التقرير مع دكتور فتحي همام، أستاذ الاقتصاد ووكيل وزارة المالية سابقا، اللي بنرحب بيه بوجوده معنا. أهلا معك دكتور. هذا التقرير وعودوا لنا لبدء الحوار. بسبب زيادة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبوادر على التعافي الاقتصادية، رفعت وكالة مودز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية ليبقى عند مستوى CAA1. مودز قالت إن النظرة المستقبلية تحسنت بفعل المبادرات والإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في السنة الأخيرة، بما فيها خطط رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء والإجراءات الرامية لزيادة إيرادات الدولة عن طريق التحول إلى نظام ضريبة القيمة المضافة من نظام الضرائب على السلع والخدمات. وقد يساهم رفع النظرة المستقبلية في إعادة الثقة إلى الاقتصاد المصري الذي عصفت به اضطرابات سياسية أثرت سلبا على الاستثمار والسياحة خلال ما يقرب من 4 سنوات. وذكرت مودز في بيان أن الاستفتاء على الدستور الذي أجري في يناير وانتخابات الرئاسة في مايو والانتخابات البرلمانية المنتظرة شكلت خارطة طريق للإصلاح السياسي وأدت إلى زيادة استقرار المؤسسات. وتحسنت أفاق الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة، حيث نما الاقتصاد بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الأخير، ارتفاعا من 2.5% في الربع السابق، بينما أظهرت مؤشرات اقتصادية لاحقة تسارع وتيرة النمو. وكالة مودز للتصنيفات الائتمانية أعلنت أيضا أن المستثمرين المحليين يبدون ثقتهم في التعافي الاقتصادي بمصر، مضيفة أن الطلب القوي من المستثمرين الأفراد على شهادات استثمار قناة السويس الجديدة كان برهانا على ثقة المستثمرين. وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن مشروع قناة السويس الجديدة وتنمية المنطقة المحيطة بها سيعزز النمو الاقتصادي والتوظيف خلال 5 سنوات المقبلة على الأقل. أهلا بكم من جديد. يا ترى إيه معناه رفع التصنيف الائتماني؟ وإيه هو أساسا التصنيف الائتماني علشان كده إحنا مهتمين بيه؟ دكتور فتحي، إيه هي فكرة التصنيف الائتماني في الأساس؟ وبالتالي لما هو مهم إن إحنا نهتم بهذا التقييم، إن مصر ارتفع تقييمها من السلبي إلى المستقر؟ المقصود بالتصنيف الائتماني هي قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية. طبعا كل دولة ممكن بتاخد قروض من دول أخرى، بتاخد من صناديق زي صندوق النقد أو البنك الدولي، بيبقى عليها التزامات لازم تسدد في المواعيد، بيبقى عليها فوائد لازم تدفعها في المواعيد، يبقى إذن وفائها بالالتزامات اللي هي فيها. عشان التقييم ده يتعمل لابد في مؤشرات بتقول التقرير دون إيه وضعه، هل مستقر، هل سلبي، هل إيجابي. فبنبص مثلا للموازنة العامة بتاعت الدولة اللي هي إيراداتها ونفقاتها، هل في عجز ولا في فائض، والعجز ده هل في الحدود المقبولة ولا تجاوز الحدود المقبولة بحيث ان الدولة مش هتقدر انها توفي بالتزاماتها. دي اول حاجة. الحاجة التانية الميزان التجاري اللي هو بيمثل
قدرة الدولة على اللي هي الواردات والصادرات، التنازل، هل في تناسب ولا لا، هل الدولة عندها قدرة على التصدير وعلى زيادة مواردها ولا الأمور عندها متوقفة على حد الاستيراد بس وحاجات زي كده. الحاجة الثالثة ميزان المدفوعات اللي هو العملات الأجنبية اللي داخلة لها وطالعة من عندها، هل في فائض ولا في عجز. كل المؤشرات ده هين بالإضافة بقى إلى حاجات أخرى. يعني إذن الدراسة بتشمل دراسات فنية خاصة بالاقتصاد ودراسات أخرى خاصة بحالة الدولة ككل اللي هو الوضع السياسي بتاع الدولة، هل الوضع السياسي مستقر ولا لا. الحمد لله في مصر، الحمد لله ان احنا عدنا 3 سنين كان في اضطرابات شديدة جدا بعد ثورة يناير. الحمد لله دلوقتي الدولة عملت خارطة للطريق، خارطة للمستقبل، ابتدينا نمشي عليها، ماشيين عليها الحمد لله بخطة ثابتة. اول حاجة اقرنا الدستور والشعب توافق عليه والحمد لله، وبعد كده انتخابات الرئاسة وتمت الحمد لله، وفي قبول يعني شديد من المجتمع لسيادة الرئيس، بدليل هو لما قال عايزين نمول مشروع قناة السويس ما مديناش ايدنا لحد، الشعب كله هو اللي لم او دفع اكتر من 60 مليار في 8 ايام، وشفنا الست اللي بعت الحلقة عشان تساهم والشخص الفقير اللي هو، وكان في يعني فكل كل ده توافق على الرئاسة وتوافق على ان المجتمع عاوز ينهض تاني وعاوز يرجع لوضعه التاني. الحاجة الثالثة العلاقات الدولية، الحمد لله احنا مصر النهاردة في اتفاق تام مع معظم الدول العربية وكلهم بيسندوها، لان عارفين ان مصر برضو سند قوي ليهم، وان لما مصر بتقوم الدول العربية كلها بتشعر بالامن والامان، والاستثمارات متدفقة على مصر بطريقة الحمد لله ممتازة جدا. التوافق اللي تم اخيرا مع السودان، السودان تعتبر عمق استراتيجي لمصر، وان شاء الله لما يتم التعاون التام بيننا وبين السودان مش الخير هيبقى لمصر والسودان بس، هيبقى لكل الدول العربية. تمام. لان السودان فيها امكانيات للاستثمار والزراعة والتكامل مع مصر يعني كبيرة جدا. فكل المؤشرات دي كلها هي اللي رفعت التصنيف من سلبي الى مستقر. زائد ان احنا الحمد لله الحكومة لا تكل عن انها تعرض الوضع الاقتصادي وعملت اصلاحات كتيرة جدا، واحنا كان اخيرا لسه مع صندوق النقد من حوالي اسبوع او 10 ايام عرضنا فيه كل الحاجات دي، الاوضاع الاقتصاديه، عجز الموازنه، ازاي ان الدوله عملت محاولات كويسه للسيطره على عجز الموازنه، وده اللي عقبت عليه رئيسه البنك نفسها كريستين لاجارد بانها قالت ان الوضع في مصر بيسير بشكل افضل. هي بالظبط، يعني عجز الموازنه ده عمليه صعبه جدا، وكان عندنا موضوع الدعم، وكان كل الحكومات من سنوات طويله جدا بتخاف تيجي جنب هذا الملف. فالحمد لله ابتدينا نعمل ترشيد للدعم، وان كان لسه طبعا عاوز خطوات اخرى، ومنظومه الدعم نفسها كلها محتاجه لخطوات اخرى، انما الحمد لله ابتدينا نحط ايدنا عليه وابتدينا نتكلم. ايه هي الخطوه المفصليه من وجهه نظر حضرتك اللي اثرت في الاقتصاد المصري بهذا التاثير الايجابي؟ النقطه المفصليه هي الاستقرار السياسي. لان الاستقرار السياسي والتوافق المجتمعي هو اساس تقدم اي بتاع. يعني لو عاوز اعمل استثمار وعندي اضطرابات وعم مش هيجي، زي ما سعادتك قلتي في السياحه، زي ما سعادتك قلت السياحه حصلت اضطرابات، السياحه توقفت، فاي نمو اقتصادي او اي اصلاح اقتصادي ما كانش فيه استقرار سياسي وتوافق مجتمعي، يعني المجتمع كله متوافق مع بعضه ومتفق على السياسات والاهداف وكلهم يد واحده زي ما بنقول، مش هنقدر نعمل اي اصلاح اقتصادي، وبالتالي هيبقى الوضع مش هيبقى تمام. حتى لو عندك يعني نفسك تزيد في الاستثمارات او تجذبي استثمارات، لو المستثمر حاسس ان البلد دي ما فيهاش استقرار سياسي، ما فيهاش توافق مجتمعي، مش هيجي حتى لو اديتوا له اغراءات كتير جدا. شايف حضرتك الاستفاده بقى ان احنا نتحول لمستقر، ده هيترجم ترجمته ايه في سوق الاستثمار العالمي؟ ترجمته في كذا حاجه. اول حاجه ان بيدي ثقه في البنوك المصريه لما بتفتح اعتمادات بره عشان استيراد سلع واستيراد حاجات زي دي، بتبقى تكلفه فتح الاعتمادات قليله اقل من، لان المخاطر بقى خلاص قليله، مفيش مخاطر كبيره، فده بيخفض تكلفه الاستيراد. للاسف طبعا احنا لازال عندنا مشكله ان احنا عندنا حجم الاستيراد كبير جدا، سواء كان بقى في كل المواد، مواد غذائيه، مواد اوليه، مواد سلع راسماليه، فحجم الاستيراد عندنا كبير. فدي الخطوه دي ان شاء الله هتساعد في ان احنا نخفض تكلفه الاستيراد. دي اول نقطه. النقطة الثانية ان احنا هتشجع الاستثمار، لان المستثمر ابتدى يعرف ان هذا التصنيف لما استقر يبقى اذا الوضع مستقر، في الاستقرار السياسي، في خطة مستقبلية ماشيين عليها، المجتمع كله متوافق مع الرئيس ومع الدولة والسياسات
مقبولة اللي ماشي عليها الدولة، ففي توافق مجتمعي. يبقى إذن حجم الاضطرابات وحجم الإضرابات والفئويات والحاجات دي كلها بتقل. وشفنا اتحادات العمال قالوا إن احنا هنعمل فترة ما فيش أي إضراب، ما فيش أي حاجات زي كده عشان نعمل استقرار، لأن احنا فعلا يعني الحمد لله لو الخطط اللي احنا عملناها النهارده، مشروع قناة السويس، إنشاء الطرق 3000 كيلو، 38 طريق جديد، مثلث الذهبي اللي هو القصير وقنا وبيه الاستمرار فيه الاستثمار يعني فيه، الساحل الشمالي وتنميته، مشروع السد العالي والبحيرات اللي هي بحيرة السد العالي، التكامل مع السودان، كل دي تشكى، وإحياء المشروع ده من تاني مشروع مهم جدا وقوي جدا. فكل الحاجات دي لو ان احنا ان شاء الله يعني بس نصبر سنة او سنتين هتلاقي الخير هيجي للكل على طول، وتبتدي الحالة تختلف تماما، لان فعلا في اصلاحات جذرية، اصلاحات جوهرية مش اصلاحات شكلية، يعني اصلاحات في عمق الاقتصاد كله. هذا التغير في التصنيف بيأتي في توقيت الفترة اللي فاتت كانت الاسواق العالمية كلها بتعاني من اهتزازة رهيبة على اثر تأثر الوضع الاقتصادي عالميا. حضرتك بتقيم ده ازاي؟ هو حضرتك الحمد لله احنا يعني في ازمات اقتصادية حصلت كتيرة، بس الحمد لله لما بيبقى في سياسات واضحة وسياسات سليمة ماشية عليها بيجنبك كتير من هذه الأزمات. يعني حصل في أزمة سنة 2008 مع البنوك، لأن كانت التمويل العقاري في أمريكا، وهم كانوا بيشبهوا أزمة الفترة اللي فاتت في الأسواق العالمية أسواق البورصة بأزمة 2008 بالضبط كده. الحمد لله احنا كان عندنا سياسات ماشيين عليها عشان نحمل الجهاز المصرفي، ان احنا يكون الاستثمار كله في سندات حكوميه او اذون خزانه مصريه او في تمويل المشروعات في مصر. لا، ما دخلناش في المضاربه على الاوراق اللي هي بتاعه البنوك الامريكيه. فالحمد لله السياسات السليمه دي خلتنا البنوك بتاعتنا نجت من هذه الازمه اللي افلس في خلالها بنوك عالميه. صحيح. مش بنوك زي عندنا يعني زي ما بنقول كده، لا. فالحمد لله احنا عاملين سياسات كويسه ماشيين عليها، بنحمي اقتصادنا، بنحاول ان احنا ننميه قدر المستطاع، انما طبعا العمليه بتحتاج وقت، لان احنا قعدنا فترات طويله جدا الاقتصاد كان يعني الاقتصاد زي ما مش عايزين نقول بقى يعني هو كان معمول لفئه معينه، الاقتصاد كله لخدمه فئه معينه ولخدمه نشاط انشطه مخصصه لناس معينين وهكذا، ما كانش الاقتصاد لخدمه البلد نفسها ولخدمه الشعب كله، وكان في بعض الاحيان في بعض المعايير مش سليمه ما كانتش بتطبق، وفي قواعد الرقابه. يعني النهارده الحمد لله البورصه ابتدوا يعملوا نوع من انواع الرقابه جديد وبيعدلوا القانون. احنا عايزين نعرف اثر هذا التقييم يا فندم على البورصه على سوق المال المصري. لا طبعا هيشجعه على طول، لان برضه المستثمر العربي والاجنبي على طول ما يخشش في اي بلد فيها ان الوضع فيها غير مستقر. يعني هنشوف عمليات شراء للعرب والاجانب ان شاء الله، هيبقى في شراء وهيبقى في، طالما ان كمان في مشروعات هتنزل، هذه المشروعات معظمها هيبقى شركات مساهمه، هتنزل الاسهم بتاعتنا في البورصه، وعملنا قواعد جديده للرقابه على البورصه والقوائم الماليه بتاعت هذه الشركات. نعم. اللي هي الحسابات بتاعتها واللي بتوضح ارباحها وايراداتها والاصول اللي هي تمتلكها وحاجات زي دي، كل ده هيبقى فيه نوع من انواع الرقابه الشديده عليها، بحيث ان مش هيبقى فيه اي فرصه للتلاعب او حاجه زي كده. كل ده هيشجع طبعا الاستثمار سواء في البورصه او الاستثمار المباشر لاقامه المشروع. التاثير ده على البورصه على المدى القصير، يعني هل هنرى تاثير لهذا الخبر على المدى القصير الفتره اللي فاتت؟ ان شاء الله، يعني حتى من يومين البورصه استغلت على طول وخدت مليار وشويه ارباح على طول بعد فتره خسائر طويله، بعد فترة قلنا يعني عرضيه فتره عرضيه بالظبط كده. فان شاء الله هيبقى عندنا يعني حاجات كتيره، المؤشرات دي كلها طبعا بتفيدنا. وبعدين احنا مش يعني احنا داخلين على مؤتمر اقتصادي كبير جدا ان شاء الله في شهر فبراير اللي جاي. نعم. ده معظم الدول العربيه ومعظم العالم، احنا داعيين العالم كله والدول العربيه بصفه خاصه طبعا، لان يهمنا ان الاستثمار العربي يزيد، وان احنا دايما بنحب الاموال الوطنيه هي اللي تقيم المشروعات. يعني احنا دايما بنشجع الاستثمار من كل الدول، بس كل ما يكون الاستثمار وطني بيبقى فيه امان اكتر. فاحنا برضه بنفتح للعالم كله، وسياده الرئيس لما كان في الامم المتحده قال احنا مصر بتدعو كل دول العالم انها تيجي تستثمر. مشروع قناه السويس ده اللي احنا بنطوره، صحيح مصر اللي بتطوره، بس ده بيخدم جميع الدول العالم كله، بيخدم العالم كله، ده بيسهل له حركه الملاحه، بيقلل فترات التقاطر الانتظار، كل ده بيعمل تخفيضه في تكلفه النقل، وده هيعود على الاقتصاد العالمي كله مش على مصر بس، مصر هتستفيد انما العالم كله بيستفيد من كل المشروعات دي. وان شاء الله احنا المؤتمر الاقتصادي دون، فدي خطوه كويسه جدا ان هذا التصنيف ارتفع قبل هذا المؤتمر الاقتصادي، لان ده فعلا هيشجع المستثمرين على انهم ييجوا
بس بقى لابد ان احنا بنقول، واحنا دلوقتي حاليا بنعمل تعديل لقانون الاستثمار، لان قانون الاستثمار كان محتاج تعديل. احنا كنا بنتكلم فيه النهارده واحنا قرات الصحف ان في شكوى من الخبراء ومن المستثمرين صغار كبار متوسطين ان السياسات القانونيه فيما يتعلق بمجال الاستثمار يا فندم عندنا فيها مشاكل كبيره قوي. بيروقراطيه غير عاديه، نقول سياسات غير واضحه وقوانين غير واضحه في التعامل مع المستثمرين يا فندم. محتاجين ثوره بالتالي، محتاجين ان احنا يعني ثوره تشريعيه بالظبط وثوره تنفيذيه. يعني لا يمكن ان انا اعمل تشريعات والموظف اللي بيطبقها ما مش دارسها كويس، مش فاهمها كويس، مش فاهم الفلسفه بتاعتها اساسا، مش عارف ازاي يطبقها صح، ما عندوش الامكانيات اللي يطبقها. يعني لو انا مثلا دلوقتي عندنا مثلا في الضرايب مثلا لو انا كمأمور ضرايب مش يعني مش واخد ايه التعديلات الجديده اللي جت في الضرايب، ازاي اطبقها؟ ان يبقى عندي مثلا اتصالات، عندي اجهزه كمبيوتر وحواسب واجهزه اتصالات تجمع لي معلومات، مش هقدر اطبق ده. فده كل ده محتاج ان احنا تشريع يتظبط ويتعدل ونشوف ايه الثغرات اللي فيه وايه المشاكل اللي ترتبت على التطبيق الحالي لهذه التشريعات، وفي نفس الوقت ان احنا نطور الجهاز التنفيذي اللي بينفذ عشان يبقى عنده برضه الاليات اللي تخليه ينفذ هذا القانون بالفلسفه اللي احنا عاملينها. انا عاوز اشجع استثمار، عاوز اكسب جوز اموال، عاوز ان انا اعمل القوى العامله مثلا تلاقي شغل وتلاقي وظائف. فكل ده ان شاء الله هيبقى يعني بندرسه، قانون الاستثمار بيتعدل، خاصه موضوع اللي هي الاشكالات بقى اللي بتحصل بين المستثمر مثلا و الدولة. فهنا ازاي ايه اليات الحل؟ من اهم النقاط هي مشكلات التعامل المستثمر مع الدولة. بالظبط. هو طبعا هو جاي يستفيد والدولة عايزة تستفيد. مش معقول هقول ان هو جاي عشان يعمل منحة، لا دي تبقى حاجة تانية بس ما منحة، مش استثمار. الاستثمار ان هو جاي يكسب. واحنا بنقول له اتفضل تعالى اكسب، بس احنا هنستفيد. ايه اهم التعديلات المطروحة في العلاقة ما بين المستثمر والدولة في هذا القانون الجديد؟ اللي هي بقى حضرتك ايه؟ انا النهاردة عملت مشروع. ما وفاجئش بقرارات كده هو فجاه يجي يقول لي المشروع ده هينتهي الترخيص بتاعه، زي ما حصل في بعض يعني من كام سنه. جه قال لك تنهى ترخيص مش عارف. قال ازاي انا جاي انا هل خالفت القانون؟ هل عملت اي حاجه؟ وعملت بنيه تحتيه وحطيت فلوس وصرفت وعندي اتفاقيات تصدير وعندي مثلا حاجات زي كده في ظل وضع معين انا جاي فيه، فجاه تيجي تلخبط لي كل ده وتقول لي لا. او واحد يروح يشتكي يقول لك المشروع ده اصلا كان مش عارف، يبقى كل ده يقول المشروع ده يتسحب تاني لا. فطبعا دي كلها لازم تبقى اليات موجوده في قانون الاستثمار تحمي المستثمر وتحمي الدوله. الدوله انا مع المستثمر لازم ان انا ادي له حصانات ان هو لما يشتغل سليم ويبقى يشتغل وفقا للقواعد اللي جايه في القانون. وبعدين لابد ان القانون يوضح كل حاجه. عندنا للاسف ان في قانون بيتكلم عن حاجه وقانون تاني بيتكلم عن حاجه تانيه وقانون تالت بيتكلم عن حاجه تانيه. يعني بنيجي نتكلم في الاستثمار تلاقي عندي قانون استثمار بينظم بعض الامور، قانون الضرائب بينظم بعض الامور، قانون الجمارك بينظم. يبقى انا لازم لا انا عاوز لازم احل التشابكات دي ويبقى فيها قانون واحد بيقضي ويجمعها. كل الحاجات دي، وضع الضريبي، وضع الجمركي، وضع الاقتصادي، وضع تحويل الاموال، الاستيراد، التصدير، كل ده لازم يبقى في القانون ويتوضح عشان النهارده المستثمر بيبقى على النت بيقرا. انا عندنا مره بعض المستثمرين جم يشتغلوا، قبل ما يشتغلوا عملنا قائمه استقصاء كده في الضرائب وقالوا لنا عايزين تردوا لنا على ال 40 سؤال دول عشان نقدر نعرف هنشتغل ازاي؟ فلا بد ده يكون واضح تماما، ما اجيش ان انا اخليه يبقى لازم يقرا قانون الضرايب ولازم يقرا قانون الجمارك ولازم يقرا قانون الاستثمار ولازم يقرا قانون البورصه ولازم يقرا قانون النقد. وليه ده كله اساسا؟ ما بقاش في التضارب خالص. صحيح. هل في فندم ممكن في من ضمن هذه الثورات التشريعيه، ثوره على التشريعات الاستثماريه، ان يتم اعتماد مبدا التكنولوجيا الالكترونيه في هذه الاستثمارات بحيث ان الموظف انا عايز اعمل شركه يدخل بياناتي على الكمبيوتر ويكون البرنامج اللي موجود بما وضعه باسس وقوانين وما الى ذلك هو اللي يكون الحكم في هذا الامر؟ يعني هل ده موجود؟ ده لابد طبعا. زي ما قلنا حضرتك تكنولوجيا المعلومات النهارده بقت اساسيه وموجود بره يا فندم. يعني في التجربه دي طبعا، وكل العالم كله ما بياخدش وقت في الترخيص، ما بياخدش وقت في المتابعه، ما بياخدش وقت. ليه يا فندم؟ نعم ليه؟ ليه السبب؟ لان عندنا برضه يعني زي ما قلنا لحضرتك ان احنا في تاخير شويه كتير جدا في تطبيق اللي هو التكنولوجيا بصفه عامه عندنا في مصر. لازم يعني معلش لو برنامج يسمح بشويه، انا كنت بعمل رساله الماجستير سنه 77 تمام، فالدكتور قال لي ارجع لتقرير كان عامله خبير جه في مصر عشان يراجع قانون يعني قوانين الضرائب جاي من الامم المتحده يعني كمعاون لمصر. فلقيته انه بيتكلم سنه التقرير ده اتعمل سنه 54 بيتكلم على ان النظام الضريبي في مصر بيعتمد على
العمل اليدوي وما فيش اي تكنولوجيا للمعلومات سنه 54. فشوف احنا قعدنا قد ايه متاخرين عشان ندخل الحواسب الاليه وندخل نظام المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والحاجات زي دي. فاحنا ده مهم جدا. النقطه بقى الاهم كمان ان انا لابد ان كل محافظه تكون عامله درسة ومحدده قبل هذا المؤتمر الاقتصادي المشروعات الاستثماريه اللي هي عاوزه تعملها وهتعملها ازاي. يعني انا النهارده افرض انا النهارده مثلا في اسوان عاوز اعمل مشروع لتنميه بحيره السد العالي والاستفاده من الثروه بتاعته. ما استناش بقى لما يجي واحد وبعدين يجي يقول لي طب انا عاوز اشتغل معاك في المشروع ده، اما اقول له طب روح بقى هات لي موافقه وزاره الزراعه وهات لي موافقه مش عارف ايه، لا ما ينفعش، ده لازم ابقى جاهز انا على طول. اللي هيجي يخش في المشروع ده هيستلم الارض على طول وهيستلم البتاع وحاطط البيانات والمواصفات والحاجات دي كلها. اكون مجهز. ومحدد عشان البنيه التحتيه جاهزه، يعني كل محافظه تبقى محدده المشروعات الاستثماريه اللي هي عاوزه تقوم بيها، لان كل محافظه ليها امكانيات استثماريه تختلف عن الاخرى. يعني انا عندي في دمياط مثلا هيبقى عندي صناعات الموبيليا، صناعات الاحذيه، صناعات حاجات كتيره هي متخصصه فيها وتقدر تتفوق فيها وليها خبره عالميه في هذا. وانا يعني الصناعات دي يا فندم بتاثرنا باللي جاي من الصين. وعايز اقول لحضرتك والله الصناعات دي يعني انا ما كنت في الضرايب وبشتغل يعني مأمور لسه، كنت بحاسب ناس كتيره بيصدروا لاستراليا وكانوا بيبقى عندهم قوائم انتظار، يعني الناس طالبه وعندنا قوائم انتظار لتصدير هذه الموبيليات. كنا بنصدر لاوروبا الشرقيه كلها الاحذيه والموبيليا برضه والحاجات دي بقوائم انتظار. شوف بقى قد ايه. فاحنا لازم نرجع الحاجات دي كلها. فانا بقول لو انا عاوز مثلا دمياط تعمل بقى ايه المشروعات اللي هي مطلوبه، تحدد البنيه تكون مجهزاها من كل حاجه، المستثمر خريطه استثماريه، خريطه استثماريه، برافو. كل محافظه تعمل خريطه استثماريه باللي هي عاوزاه. يعني كفر الشيخ مزارع سمكيه وفي تكنولوجيا عاليه جدا انا شفتها، الجمال يبين جم وعملوا مشروعات هناك للاستفاده بالتوسع الراسي. طب هل ده وضع في الحسبان في وضع قانون الاستثمار وتعديلاته ان شاء الله؟ يعني بكل الحاجات اللي بنعرضها وان شاء الله هتدرس وهتتكتب في المشروع لابد يعني. ان شاء الله، لان عشان كده هو في وقت ما يعني ما بتعملش الحاجه بسرعه على طول كده، لازم بناخد وبندي وبنعرض كل الاراء على اساس ان احنا بنقول كل ده لابد انه يعني قانون الضرايب في امريكا مثلا قد كده كل صغير وكبير بيرد لك عليها ما بيسيبكيش انك انت تجتهدي في حاجه. هنا نفس الحكايه، ما اعملش قانون في 20 ماده وبعد كده الاقي تعليمات طالعه وقرارات وزاريه بتفسره ومش عارف ايه. لازم يكون قانون يمنع مانع عشان لما تمام. يعني حضرتك شايف ان المره دي في جديه مختلفه من الحكومه فيما يتعلق بتعديل قوانين الاستثمار، ولا هيطرحوه للحوار المجتمعي؟ ولا هيتم وضعه كده ونجرب بقى ونشوف؟ شوف حضرتك، لابد ان انا في اي قانون لازم اي واحد مرتبط بهذا القانون اخد رايه. يعني لو انا بعمل مثلا المشروع الاستثمار، عندي المستثمر الكبير وعندي المستثمر الصغير. يعني عندي المشروعات الصغيره دي مهمه جدا، ده في الاقتصاد العالمي كله المشروعات الصغيره دي هي قطره الصناعات والاستثمار. لازم اخد راي اتحاد الصناعات، اخد بعض المستثمرين، اخد راي الشباب برضه في الحاجات دي، اخد راي الجهات القانونيه، وزاره العدل، كل ده ان احنا بنقول دايما نستفيد من التجارب السابقه. يعني مثلا وزاره العدل تيجي تقول ايه المشاكل اللي هي كانت بين المستثمرين اللي اتعرضت على القضاء واللي هي تعبتهم عشان يتخذوا فيها قرارات وكانت نقط ضعف مثلا وهم كسبوها او حاجه زي التحكيم الدولي. في حاجات راحت التحكيم الدولي واحنا خسرناها وفي حاجات كسبناها، فنشوف ايه لازم دي يبقى دراسه موجوده تدرس تبقى مدروسه. مشاكل التخصيص الاراضي والحاجات اللي كانت بتشوف بقى فيها تلاعب وبتاع نشوفها وتدرس. كل الحاجات دي لازم تبقى معروضه، مشاكل تحويل الاموال، مشاكل الجمارك في استيراد البضائع او تصديرها، كان في برضه بعض المشكلات وحاجات زي كده. سواء في احنا مش عايزين تلاعب، احنا عاوزين مستثمر جد، مستثمر جد على عيني وعلى راسي، ولازم اديله كل التسهيلات واسهل له كل الامور. اما اللي جاي ان هو ينصب وجاي يعني يستغل، لا مش عاوزين. فاحنا لابد ان الحاجات دي كلها تبقى عندنا دارسينها، ايه المشكلات وايه السلبيات نعرفها وايه الايجابيات ننميها، بحيث ان يبقى عندي قانون متكامل يخدم المستثمر الصغير والمستثمر الكبير، طالما ان كل دون بيصب في صالح المجتمع كله. ده طبيعي. هو من المتوقع امتى يتم الانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار؟ يعني انا حسب ما شايف كده ان شاء الله في خلال شهر. خلال شهر، لان لابد ان هو يكون جاهز قبل المؤتمر قبل المؤتمر. لان طبعا المستثمرين كلهم هيطلبوا هذا القانون وهيقروه وهيفصصوه وهيشوفوه، بيبقى معاهم خبره بيبقوا دارسين كل الحاجات دي وبيتكلموا فيها وبيشوفوها وبيدرسوها، وفعلا عشان يبقى لينا ميزه غير طبعا اهم حاجه زي ما قلنا الاستقرار السياسي والتوافق المجتمعي، ان بيبقى بيشوف بقى النواحي الاقتصاديه بقى القانون بيدي ايه، الحوافز اللي فيه، ايه الضمانات اللي هو واخدها، ايه التسهيلات اللي هو واخدها،
سواء بقى في بدء في تشغيل المشروع والترخيص ليه وبتاع، وبعد كده في استمراره وفي تحويل الاموال بتاعته لارباحه والتوسعات اللي ممكن يعملها والضمانات حمايه الاصول بتاعته، كل دي حاجات مهمه جدا لابد ان القانون يكون. لكن هل هي مده الشهر هي كافيه لازاله كل هذا اللبس؟ والله لو احتاجنا اكتر نحتاج يعني، بس المهم ان احنا نعمل قانون كامل متكامل يحقق مصلحة البلد ويبقى في حافز فعلا للمستثمرين انهم يجوا يستثمروا في مصر. نعرض اوجه الاستثمار ونعرض اوجه التميز اللي هو ممكن مصر تستفيد بيها. صحيح. انا النهارده عندي مشكلة طاقة، برضه ما اقدرش اتكلم واقول استثمار وبتاع، انا عندي مشكلة طاقة لازم اشوف مشكلة الطاقة دي احلها ازاي. واقول النهارده ان الطاقة متوفرة ومتيسرة لهذه المشروعات. انا النهارده حاجة اعمل النهارده يعني دراسات الجدوى احنا بندرسها، ان في من ضمن اهم حاجه من دراسات الجدوى الالات والمعدات اللي هجيبها هشغلها بايه، بالكهرباء ولا بالغاز ولا بالسولار ولا بالفحم ولا ايه، حسب الدوله اللي انا بشتغل فيها. دوله فيها بترول متوفر اجيب حاجات، الدوله فيها كهرباء متوفره هجيبها، دوله فيها غاز هجيبها. فدي نقطه مهمه عشان انا وانا بعمل الدراسه الفنيه للمشروعات دي ابقى عارف ايه الحاجات. ما شاء الله الفتره ديت شايف تركيز شويه حتى من رجال اعمال تصريحات ايجابيه فيما يتعلق باستخدام الطاقه الشمسيه. ايوه يعني ابتدت رجال اعمال ان هم عايزين يخشوا هذا المجال ويستثمروا فيه ويستغلوا الشمس اللي موجوده في مصر طول السنه. بالظبط، ان هو دي اسمها طاقه متجدده. ومش هتكلفك حاجه، دي موجوده على طول الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، ومصر بتتمتع بهذه الميزه. وعندنا يعني الحاجات اللي هي الموجوده على طول، عندنا الشواطئ، عندنا الانهار، عندنا البحيرات، عندنا الشمس، عندنا رمال، عندنا ثروات، كلها ثروات، بس لابد ان احنا ازاي نستغلها. ودي موجوده ومتجدده، مش لسه حاجه وهتنفذ بعد فتره او حاجه زي كده. تمام. احنا يعني طمعانين ان احنا نتحرك من مستقر في نرجع بقى للتصنيف المهندس لايجابي، محتاجين وقت قد ايه؟ وده اللي ممكن يخلينا نتحرك من تصنيف مستقر لتصنيف ايجابي. اعتقد ان احنا ده هيكون دافع جامد. ده حسب بقى السياسات اللي تحتمش عليها والجديه في تطبيق هذه السياسات. الجديه يعني لابد ان احنا عندنا سياسات، ان احنا لابد ان انا ارشد الاستيراد واحطه تحت الكنترول. الاستيراد للاسف ولسه طبعا مصلحه الجمارك الحمد لله بتعمل قانون جديد برضه محتاج زي ما اقول، مش بس قانون، محتاج تنفيذ. احنا عندنا في الجمارك برضه بقولها دلوقتي عشان اذا كانوا بيعملوا قانون جديد، عندي في اعفاءات كتيره جدا، هذه الاعفاءات المتابعه بتاعتها ضعيفه جدا، يعني اعفاءات كتيره ومتابعه ضعيفه، فبتستغل استغلال سيء جدا. نعم. عندي انظمه جمركيه المفروض انها المفروض معموله عشان تشجع التصنيع وتشجع التصدير زي السماح المؤقت وزي الدروباك، بيستغلوا أسوأ استغلال. عندي تيسيرات للمشروعات المناطق الحره في الاستيراد والتشغيل والحاجات دي، ما برضه مش كلها بتبقى. فانا ده اللي انا بقول عليه. الاعفاءات زي يا فندم اعفاءات في ايه؟ في اعفاءات مثلا للمعوقين، في اعفاءات للهيئات الدبلوماسيه، في اعفاءات لمشروعات الاستثمار، في اعفاءات لفنادق، في اعفاءات يعني حاجات كتيره جدا. فدي كل الاعفاءات دي لابد يبقى فيها متابعه عشان اتاكد انها جايه ومظبوطه في الضابط يعني اللي هو النظام الجمركي كله محتاج لعمليه انضباط. بشكل عمليه انضباط. انا مش مهم عندي ان انا اقول عملت كام الف قضيه او مش عارف، لا ده بالعكس، ده يدل ان في ثغرات في القانون كتيره جدا بتشتغل. طب انا عايز ارجع مع حضرتك لقضيه الاستيراد. وان جزء من عمليه التقييم في التصنيف الائتماني في رفعه هي ضبط عمليه الاستيراد بمعدل قد ايه؟ هل هناك معدل عالمي يجب الوصول اليه لضبط عمليه الاستيراد؟ هو طبعا اهم حاجه ان انا الصادرات بتاعتي تفوق الاستيراد. ده اهم حاجه، ان انا يعني مثلا يعني لو انا الاستيراد زاد عن يبقى عندي هيبقى فائض من العملات الاجنبيه. الفائض من العملات الاجنبيه دون هيخلي لي الموازنه العامه تتظبط جدا. بالظبط. فدي اهم حاجه ان انا ارشد الاستيراد واخليه في السلع الضروريه والسلع الراسماليه، يعني اجيب الات، اجيب معدات، ما اروحش اجيب صواريخ وشماريخ ولعب اطفال وحاجات زي كده. سلع اساسيه مش سلع استهلاكيه. بس لازم يكون في بديل يا دكتور، يعني البديل لو السلعه دي متوفره في مصر يتم تصنيعها في مصر بسعر حتى قريب هتبقى. ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى حضرتك، ايه لما بمنع التهريب وبحط ايدي عليه كويس، ان انا بشجع التصنيع، لان احنا التهريب بيقضي على الصناعه. يعني عندنا صناعه الملابس، صناعه الاحذيه، صناعه الموبيليا ابتدت تتدمر. ليه؟ أيوة. عشان التهريب اللي بيخلي السلعه تيجي مثلا بسعر اقل كتير من المحلي، ورغم انها جودتها اقل بس ساعات المستهلك بيفضل انها عشان السعر قليل شويه. لان احنا ما بنطورش نفسنا يا دكتور، يعني حتى في صناعه الموبيليا الحاجه اللي بتيجي من الخارج وصناعه صينيه
والجودة تعبانة، بس الشكل بتاعها التقفيلة بتاعتها زي ما بيقولوا شكلها مختلف، لكن احنا ما بنطورش نفسنا. بالظبط حضرتك، ده هيجي لما انا اشجع المشروعات، لما بشجع المشروعات على انها الاول ابتدي اصنع هيبقى بعد كده في تطوير وفي تحديث. اما لو انا من الاول مش قادر اقاوم، انا عندي كراجل منتج وعندي مصنع مش قادر اقاوم الاغراق اللي جاي لي من بره، واخد بال حضرتك، يبقى هطور ازاي اصلا؟ انا عاوز اعمل اي حاجه برضو عشان اقدر ابيعها وبتاع. فانا لما يبقى عندي استقرار يعني، والمشروعات كده عندنا في مصر ما تجدش هذه المنافسه غير الشريفه من المستوردين من المهاجرين، وده برضو محتاج لضبط يعني هذه المنظومه، ولازم بقى زي ما قلنا التطوير التعليم، لان احنا طبعا عمليه التعليم دي اساسيه في كل حاجه. مش التعليم بس ان انا يتخرج من جامعه، لا، التطوير في التعليم، ولابد ان التعليم يتناسب مع احتياجات المجتمع. يعني انا النهارده مثلا ليه ما يبقاش في مثلا في زي ما نقول دمياط مصر، بقاش ليه في هناك كليه او معهد او اي حاجه تتولى موضوع الموبيليات والتجديد فيه وتحدد مواضيع الصيد؟ برضه الصيد ده ما برضه حاجه كبيره جدا، مش سهله، مش عمليه واحد يطلع بشبكه. هي يا دكتور منظومه متكامله بتحتاج تطوير. احنا بنشكر دكتور فتحي همام استاذ الاقتصاد ووكيل وزاره الماليه السابق، شرفتنا يا فندم بهذا الحديث النهارده في هذا الصباح. شكرا ليك. وبشكر ايضا زميلي محمد، وبشكر كل مشاهدينا، والى لقاء جديد وصباح جديد في هذا الصباح. الى اللقاء.